السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم مع الأحبة. دايما بنشوف في سير المحبين إن اللي قلبه بيتعلق بحد بيكسر من ذكره، والشاعر كان يقول زمان: شربنا على ذكر الحبيب مدامة، سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم. يعني من قوة وجمال الأثر اللي بيتركه ذكر الحبيب في القلب، كأننا في حالة سكر من فرط السعادة والفرحة. وكان يقول الشاعر: إذا ألم المشتاق وجد على النوى، يعني لو صاحب الشوق بدأ يتألم بسبب فراق الحبيب، يقول بعدها: فليس سوى ذكر الحبيب طبيبه. وأجمع كل العارفين بالله إنه أشد علامات المحبة لله هي الإكثار من ذكره سبحانه وتعالى. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن بيكثر جدا من فضل الذكر، يقول: فاذكروني أذكركم. وكان أحد السلف من التابعين وهو الإمام الكبير سيدنا ثابت البناني رحمه الله، كان يقول: إني أعلم متى يذكرني ربي عز وجل. فأول لما قال كده كل القوم فزعوا منه وقالوا: كيف تعلم ذلك؟ فقال: إذا ذكرته ذكرني. وربنا سبحانه وتعالى بيقول: اذكروا الله ذكرا كثيرا. وبيقول في القرآن الكريم في الكلام على مناسك الحج: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وبيقول كمان: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وبيقول ربنا سبحانه وتعالى: فإذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. لو لاحظنا في كل الآيات دي هنلاقي إن ربنا سبحانه وتعالى دايما يعقب العبادات زي الصلاة أو الصيام أو الحج بذكر ربنا سبحانه وتعالى، عشان يبقى الأثر اللي موجود في القلب موجود دايما مع المؤمن. كان يقول سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير الآية دي: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، كان يقول: اذكروا الله في البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر والمرض والصحة والسر والعلانية. وربنا سبحانه وتعالى لما تكلم على ذم المنافقين في القرآن بيقول: ولا يذكرون الله إلا قليلا، نعوذ بالله أن نكون من المنافقين. ولما ربنا سبحانه وتعالى أنزل الآية ولذكر الله أكبر، سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بيقول إن الآية دي لها وجهين أو لها معنيين. المعنى الأول إن ذكر ربنا سبحانه وتعالى أعظم من ذكركم ليه. لما ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا يكون ده أكبر من ذكرنا إحنا ليه. والمعنى الثاني إن ذكر الله سبحانه وتعالى أعظم من كل عبادة سواه. ومن أجمل فوائد الذكر إنه بتحصل بيه معية ربنا سبحانه وتعالى. سيدنا رسول الله بيقول في الحديث القدسي: يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت شفتاه بي. مجرد تحرك اللسان بذكر ربنا سبحانه وتعالى حتى لو كان من غير حضور القلب بيجعل المسلم في معية الله. واللي يبدأ يستقرأ السنة النبوية يا جماعة يجد إن هناك بعض الأحاديث اللي ليها دلالة إنه مفيش أي عمل في الإسلام أفضل من الذكر. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: ما عمل ابن آدم من عمل أنجى له من عذاب الله من ذكر الله عز وجل. فأول لما قال كده الصحابة بدأ يسألوا سؤال بسرعة بشيء من الفضول، قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ لأنه الجهاد هو العبادة اللي المسلم بيقدم فيها روحه أغلى ما يملك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع، ثم تضرب به حتى ينقطع. قالها ثلاثا عليه الصلاة والسلام. ورد نفس المعنى ده في حديث تاني بيقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بخير أعمالكم. دققوا في الحديث ده يا جماعة، بيقول: ألا أخبركم بخير أعمالكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وأرفعها في درجاتكم، وأزكاها عند مليككم، ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الله، هل في عمل في الدين أكبر من كل هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: بلى يا رسول الله. فقال: ذكر الله عز وجل. سبحان الله، ممكن الواحد ياخد أجر مثل أجر الجهاد وأفضل من أجر الجهاد وهو قاعد في البيت أو بيمارس حياته الطبيعية ولسانه فقط يذكر الله سبحانه وتعالى. ومن أجمل الأحاديث اللي بتبين قدر الذكر إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول كما في مصنف ابن أبي شيبة:
من أحب أن يرتع في رياض الجنة فليكثر ذكر الله عز وجل. يعني اللي يحب يستشعر شيء من سكينة ونعمة الجنة يكثر ويجعل لسانه دايما لهج بذكر الله سبحانه وتعالى. وعشان كده كان يقول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لا يدخلها لا يدخل جنة الآخرة، هي ذكر الله والإقبال عليه. وكان يقول برضه: أفضل العبادات بعد الفرائض هو الذكر، وهو شبه إجماع بين أهل العلم. ولذلك بعض الصوفية مما يؤثر عنهم أنهم كانوا يقولون: مساكين هم أهل الدنيا، خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ إيه أجمل حاجة في الدنيا اللي أهل الدنيا ما حسوش بيها وهم عايشين؟ قال: محبة الله تعالى ومعرفته وذكره. وكان يقول سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه: ليس يتحسر أهل الجنة على شيء إلا على ساعة مرت بهم لم يذكروا الله سبحانه فيها. كثير مننا بيقضي من عمره أوقات ملهاش أول، وهو بيتكلم كلام فاضي، كلام ما فيش منه أي فايدة. ودي من العادات السيئة اللي احنا بنسميه احنا المصريين الرغي على الفاضي والمليان. كان يقول الإمام عبد الله بن علوي الحداد في آداب سلوك المريد: وليحذر المريد من الخوض فيما لا يعنيه، حتى لو الكلام ده ما كانش كلام حرام. ليه؟ بيقول: فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت. بل ينبغي للإنسان المسلم أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر. الكلام في المباحات ما هوش حرام، لكن تخيلوا لو هنقضي ساعات طويلة في ذكر أو في شكر، أكيد هيكون ثوابها عند الله سبحانه وتعالى أعظم. وكمان بيصعب علي جدا أنا أو أي إنسان مع كثرة الكلام إننا نبدأ نخلص الكلام ده من الغيبة، من النميمة، من أي كلمة وحشة. وعشان كده الإمام الحداد بيقول إن هو بيقسي القلب حتى لو كان مباح. وكمان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يعني واحد بكى من شدة حبه وشوقه لربنا سبحانه وتعالى لما ذكر اسمه وهو قاعد لوحده. وعشان نعرف الأثر الكبير اللي بيسيبه الذكر في نفس المؤمن أو في قلب المؤمن، سهل جدا والله إننا نعرف هذا الإنسان الذاكر من شكله، من سمته، ونعرف كمان الإنسان اللاهي والغافل عن ذكر الله. كان يقول صاحب الرشفات: إذا رؤوا، يعني إذا رؤوا أهل الذكر وأهل الله سبحانه وتعالى، يشهر ذكر الله، فهو لهم سيما على الجباه، يعرف معناهم بلا اشتباه، من حيث ما يعرف ذو الجلال. وسيدنا رسول الله أشار للمعنى ده في الحديث الصحيح، بيقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت. لأنه حياة القلب لا تكون والله إلا بذكر الله. طيب، لما نحب نذكر ربنا سبحانه وتعالى نقول إيه؟ سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص. وكذلك نكثر من الاستغفار. ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين لما قال: وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك نكثر من الحمد، نشكر ربنا سبحانه وتعالى في كل حال، الحمد لله. سيدنا النبي بيقول: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يكفيك بس تحمد ربنا عشان يرضى عليك. وكذلك من ضمن الأذكار المحمودة إن إحنا نسبح ربنا سبحانه وتعالى. والتسبيح على فكرة ليه أثر غريب في إذهاب الحزن من القلب. ودي كانت وصية ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله لما قال له في القرآن: ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، ها فسبح بحمد ربك. التسبيح بيذهب ضيق الصدر. ومن أجمل وأفضل الأذكار اللي بتسبب انشراح الصدر وترضي ربنا سبحانه وتعالى هي الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد جل سيدنا النبي بيقول له: يا رسول الله، أجعل ثلث صلاتي عليك، يعني أخلي تلت ذكري لربنا سبحانه وتعالى عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم إن شئت، إن حبيت. فقال الرجل: الثلثين يا رسول الله؟ فقال النبي: نعم. فقال الرجل: فأجعل صلاتي كلها عليك. شوفوا النبي قال له إيه؟ قال له: إذن يكفيك الله ما همك من أمر دنياك وآخرتك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد صلاة تنحل بها العقد وتنفرج بها الكرب
وتقضى بها الحوائج وتنال بها الرغائب وحسن الخواتيم وعلى آله. شكرا ليكم، وما تنسوش تصلوا على النبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.